إخوان أخوات مشاهدين ومتابعين قناة من شريف تي في أينما كنتم، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم للأمام، الموضوع عنده علاقة بخلاورال وعنده علاقة بالسفر. إذا كنت واجده في إجازة مرضية مؤقتة، واش نقدروا نسافروا ولا لا؟ السؤال اللي طرحتوا عليا بزاف منكم البارح الاخوان في هذاك الفيديو اللي طلعت، فين وضحت لكم شويه هذيك القضيه ديال السفر، المساعدات، قانون ما قانون. ما غاديش ندخلوا في هذاك الموضوع ولاد عمامي، نو سينو غادي نبقى هنا عاود، ومن بعد غادي تقول لي غادي تقولوا لي باللي راه كنطول بزاف، 14 دقائق 15 دقائق، ما عندي ما ندير الاخوان، انتم راه عارفين اللغه شويه قليله، شي مره الكلمات المناسبه ما كيخرجوش، راه على داكشي الاخوان كنطولوا شويه، كنحاولوا نوضحوا لكم. ولكن المهم غادي نحاول الاخوان ما نطولش عليكم بزاف في هذا الفيديو، ما غاديش نقرا عليكم المقال، ما غاديش نحتاج المقال قريته. بالي نمشيو للموضوع، الناس اللي كتواجد في بخلاورال تقدر تسافر ولا ما تقدرش تسافر؟ كاين شي قانون اللي كيمنعهم؟ نو ما كاين حتى شي قانون اللي كيمنع الناس اللي كتواجد في بخلاورال انهم يسافروا. ما كاين شي قانون في اسبانيا اللي كيركز ولا كيوضح هذا الموضوع هذا، نو. علاش؟ حيت كل واحد الاخوان نقولوا الاخوان والحاله ديالو، الحالات كتختلف، كاين بخا وبخا. على داكشي ما كاين حتى شي قانون الاخوان فاين كيمنع الناس اللي كتواجد في بخاس لاوراليس انهم الاخوان ما يسافروش. الجواب اذا سولتوني منير، اذا كنت واجدوا في سميتو بخا لاورال واش نقدروا نسافروا ولا ما نقدروش نسافروا؟ الجواب اس افيرماتيفو، نعم تقدروا تسافروا. دابا نمشيو نوضحوا، نعم تقدروا تسافروا، ولكن كيف قلت لكم كاينين بعض الحالات اللي الاطباء الاسبيدياليستاس كينصحوا ان واحد يسافر يخرج يفوج على راسه. مثلا في الحاله الاخوان اللي كيتواجدوا فيهم بزاف ديال الناس مؤخرا، بزاف ديال الناس الاخوان مؤخرا اذا لاحظتوها كيهزوا البخاس على القضيه ديال ستريس او الاخوان ديبريسيون، نعم الاكتئاب ولا كيفاش كيقولوا ليه بالعربيه، نعم بزاف ديال الناس هاد الحالات الاخوان، هاد الناس شنو كيحتاجوا؟ هاد الناس باش يبراو باش يرجعوا نقولوا مزيانين وطالوكوان كينصحوهم يخرجوا يفوجوا وزيد نعم. هاد الحالة واضحة مزيان يخرجوا يفوجوا، حيت الاخوان ما عندهمش ولا ما فيهمش اصابة في يدهم ولا في رجلهم ولا في ظهرهم ولا نقول نو بالي. دابا نجيو نعم هاد الحالة واضحة، ولكن دابا نجيو للحالات الاخوان اللي هزيتي باخا لابورال وانت مثلا مهرس من يديك ولا من رجليك، في هذه الحالة تقدر تسافر؟ نعم تقدر تسافر، ولكن أولاد عمامي في هذه الحالة خصنا نشوفوا ريوسنا، نشوفوا الحالة ديالنا، نشوفوا الطبيب ديالنا، نشوفوا واش هذيك الحالة كتحتاج المراقبة، المتابعة الطبية، المتابعة ديال الاسبيسياليستا ولا لا، واش غادي نحتاجو للترويض، واش مرة خصنا نمشي ونشوفو الطبيب ولا سبيسياليستا ولا الموتوا وزيد على داكشي كنقول لكم الاخوان لهاد القضية ديال البخاس ما كاين حتى شي قانون اللي كيمنعك نقولو ما تسافرش، ولكن كاين حالة وحالة، خصك تشوف انت راسك، انت شوف الحاله ديالك، علاش انت كتواجد في بخلاورال، شوف الاصابه ديالك، شوف الطبيب شنو غادي يقول لك، خصك ضروري تستشر مع الطبيب ديالك قبل ما تسافر باش ما يديش الاخوان ولا باش نقولوا ما يمشيش الصوره صوفيا ويوقف لك مثلا الاخوان هذيك البريستاسيون ولا هذيك الخلصه ديال بخا، حيت الصوره صوفيا اذا عاقبك انت عامل
فراودي انتهى سميتو هز البخة، حيت ما قدرش نقوله تمشى ولا تهز شي حاجة بيديك حيت مهرسة ولا طال، وانت كدير لو كونترير مهرس من رجليك ولا داير بلي مهرس من رجليك ولا مقصح من رجليك وانت كتمشي ليها تلعب الكرة. نو ما يمكنش، هذا سميتو احتيال ولا فراودي. سيغ راسو ديالي اذا عقت بيك راه غادي تحبس ليك داك الشيء، كاين ولا ما كايناش؟ كاينه. نرجع الاخوان، نرجعو خصنا نشوفو الطبيب ديالنا قبل ما ناخذ القرار اننا نخرجوا خارج اسبانيا ولا نسافروا، خصنا نشوف الطبيب. الطبيب هو اللي غادي يقول لنا، وانت عاود تشوف واش عندك مواعيد في القريب، واش هذيك الاصابه كتخليك انك تزور الطبيب كل سيمانه ولا كل يومين ولا كل 3 ايام، واش عندك شي مواعيد مع سبيسياليستا، واش عندك مواعيد مع الترويض، واش الموتوى تعيط تقدر تعيط ليك وما تقدرش تعيط ليك. حيت صحيح تخيلوا معايا الاخوان، علاش كنقول لكم خصكم تشوفوا نتوما الحاله ديالكم وتشوفوا مع الطبيب. تخيل معايا انت ما عندك شي مواعيد ولا هزيتي شبرتي وسافرتي و عيطوا لك من الموتوى قالوا لك اجي هنا خصنا نشوفوا الحاله ديالك نراقبوا الحاله ديالك وما مشيتيش، راه يقدروا الاخوان يعملوا لك التا، هما يعملوا لك التا اوتوماتيكامين حيت ما مشيتيش، ميكتي عليهم ما شافوش الحاله ديالك، يقدروا يعملوا لك التا. وفي حاله انك ما كتواجدش هنا وعملوا لك التا راه مشيتي فيها. اش فهمتيني ولد عمي ولا ما فهمتينيش؟ تقدر تسافر تقدر تسافر، ولكن شوف انت الحاله ديالك، شوف الاصابه ديالك اللي هزيتي عليها البخه، واش كتمنح ليك نقولوا تسافر ولا لا؟ واش اذا سافرتي ما غاديش تاثر على ديك الاصابه ولا لا؟ حيت كاين بعض الاصابات الاخوان، بعض الامراض ولا بعض سميتو الاخوان نقولوا البخاس، اللي كيقولوا لك خصك الريبوسو، خصك ترتاح، خصك تكا، ماشي تبقى تجري ليا نقولوا داير ليا من لي من هنا. على داكشي الاخوان باش ما نطولش بزاف، نعم تقدروا تسافروا ولكن كاين حالات وحالات، وقبل ما نسافروا نشوفوا مع الطبيب ديالنا عاد ناخذوا القرار الاخوان واش نقدروا نسافروا ولا ما نقدروش نسافروا. هذا الشيء اللي كاين، ما كاين حتى شي قانون وما يجي حتى شي واحد يقول لك لا راه كاين قانون، نو ما كاين حتى شي قانون اللي كيركز على هذا الموضوع الاخوان. هذا الشيء اللي قلت لكم، هذا الشيء اللي كاين. اما داك اللون ممنوع عليك حتى تخرج من المدينه اللي عايش فيها، هادشي ما كاينش ولاد عمامي، هادشي ما كاينش. شي مره نقدروا نجيبوا قصص من عندنا بحال الخراس، ولكن مثلا باش نجيو نقولوا بلي كاين قانون اللي كيمنع الناس يسافروا حيت كيشدوا المساعدات، راه ديماسياو ولاد عمامي، ديماسياو. مشينا نقولوا ماشي مشيدو مول اللي يخرج بالي. نعم كاين بعض القصص اللي نقدروا نقترحوهم من عندنا حتى واحد ما يعيق بهم، ولكن باش نجي انا نقول للناس باللي كاين قانون ولا يلا خرج قانون ويلا ولا يلا طبق قانون اللي كيمنع الناس اللي مساعدة يخرجوا خارج اسبانيا ولا اذا خرجوا راه يقدروا يحيدوا لهم الوريقات، هادشي راه بزاف بزاف ولا دابا هادشي راه ما كيدخلش هنا. غير المنطق، المنطق راه كيقول باللي داك الشيء راه ما كاين والو منه. بالا ولاد عمامي، انا مهم انا شرحت لكم شويه الاخوان، نقول واحد الريسومين باش تفهموا، ما بغيتش نقرا المقال ونعمق ونبقى تما نقول انتم عارفين القرايه ديالي. المقال قريناه الاخوان وهذا الشيء اللي كاين. شوف انت الحاله ديالك وشوف الطبيب، ديما الطبيب هو اللي يعطيك الاذن، هو اللي يعطيك الانفورمي ولا الاخوان نقولوا سيرتيفيكا ولا سميتو الاخوان نقولوا كيفاش نقولوا ليه تصريح، هو اللي يعطيك التصريح واش اه ولا لا، واش هذيك الحاله تقدر تمنحك نقولوا تسافر وما يوقع لك والو ولا ما ياثرش على الاصابه ديالك ولا لا. فالا ولاد عمامي، المهم تحياتي لكم وشكرا لكم، حتى شي فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.